أنا محضر قصيدة، هاي القصيدة هي أطلقت الاسم على نفسها، حب وحرب. زين. أستاذ مهند، أنا بديت حياة جلدة، يعني أنا عمري 16 سنة، لحد 19 سنة أنا عسكرية. أوف. في عهد الفتوى أنا لبيتها. في عمر 16 سنة والنعم منك، فعمر 16 سنة لل 19 سنة أنا جلد، بغض النظر عن مشاهد القتال، مجرد لرؤيتك عربة عسكرية وأعمدة دخان وسلاح، هاي تصنع منك مغاير لليونة، 100% تصنع منك شيء صلب. إلى أن شفت عين، عيون حلوة، هاي العيون الحلوة وصلتنا مرحلة لربما إذا أشوف حيوان متعرض الحادث يجوز أبكي عليه، صرت لين اخترقتني، يعني أوصف لك الاختراق بحذافيره، حسيت هاي العين هذا الكائن اخترقته. زين. فالقصيدة أول قطعتين، أول قطعتين منها أقرأ لك خمسة اشطر بيهن، أقرأ لك السادس الأخير البيهن، يلا تفتهم الخمسة. يلا. تقول: جبت عمر قوي وبعينك أتحدد، عشت عمر قوي وبعينك أتحدد، وروي لك رواية وتفهم المشهد، من صارت حرب والوطن صاح انذار، وخوي يطيح يمي وصاحب استشهد، ذبحت الزلم للحرب من طبيت، وشلت بيد الجماجم والصور تشهد، شفت نشقد قوي وبعينك تهدد، واروي لك رواية وتفهم المشهد، من صارت حرب والوطن صاح انذار، وخوي يطيح يمي وصاحب استشهد، ذبحت الزلم للحرب من طبيت، وشلت بيد الجماجم والصور تشهد، شفت نشقد قوي وبعينك تهدد، شفت نشقد قوي وبعينك تهدد، حطني بليلة ظلمة، ليلة ظلمة، وجيب بيد سلاح، وحط قبالة شي أبيض وشي أسود، خاف تقول الأبيض واضح وينشاف، أرد عثانة قطعة من الجذر وصعد، شفت نشقد قوي وبعينك تهدد. وصوركم يا صوركم يمهنة بريد، وريد انشف خشن فوق الصور ينمد، مثل الطالب المبتدئ بالتشريح امد شفوفه وتردد. الله الله. مثل الطالب المبتدئ بالتشريح امد شفوفه وتردد، شلون ارجع طبيعي شبيك يا معود، حبل المشنقه من يصير حبل هدوم، على ياخذ قميصك تلقى طابع حد. الله. انا طحت بظرف والله ما احسد، احكي لك وتسمع، تسمع وتشهد. أنا المحترق من يطفون بماي، أعرف روحي ميت حتى من نخمد. الله الله. وأحس عايش وحيد ورغم يمش قد، مثل الأصبع الوقت الحرب مقطوع، ويعدون خوته وهو ما ينعد. شلون نرجع طبيعي شبيك يا معود، نسيت إحنا قبل من كنا ما نحقد، نتلاقى بدرب والزعل كله يطيح، وتحاضن وياك جفوف والمعضد، تقل بقلبك أحد قلت هاك وشوف، صحيح أنت شفت بس شفت ما حد. المثل قال اللي يصير يصير خد وعين. زين. المثل قال اللي يصير يصير خد وعين. المصيبة انت كنت وياي خد وخد. الله. وهاي قلوبكم تذبحني ليلية، هاي قلوبكم يمكن ارهابية.